مشاهدينا مشاهدي نيل التعليم العالي، مرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ينابيع المعرفة. النهاردة بنتكلم مع حضراتكم عن العلاج المائي لحالات الشلل الدماغي. معنا ومع حضراتكم الحديث حول هذا الموضوع دكتور أحمد حافظ، رئيس مؤسسة سبايل للتدريب والتأهيل. الحقيقة بنبتدي مع دكتور أحمد، احنا النهاردة بنتكلم عن حالة خاصة جدا من الحالات اللي ممكن تكون موجودة في بعض البيوت المصرية، وحالات الشلل الدماغي. المعروف عن حالات الشلل الدماغي انها بتكون يعني لا قدر الله من الحالات اللي بتصنف على انها حالات صعبه، لانه يعني مبدئيا بيكون في مشكلات كبيره في الحركه، واحيانا بتكون مصحوبه ببعض المشكلات العقليه، واحيانا كمان بتكون مصحوبه بصعوبات في التعلم. لكن الحقيقه اللي هنفهمه النهارده من دكتور احمد انه احيانا كمان ممكن بعض هذه الحالات يكون ليها تاهيل حركي وتاهيل رياضي، وممكن تؤهل انها تكون تلتحق بالتعليم، وباذن الله تحقق نتائج هائله جدا. بس الفكره هنا في التدخل المبكر. الحقيقه هنعرف حاجات كتيره جدا النهارده مع دكتور احمد، لكن هنروح مع حضراتكم الفاصل سريع، وبعد الفاصل نبدا كلامنا ونفهم الشلل الدماغي وازاي ممكن نستخدم معاه العلاج المائي. هنروح مع حضراتكم الفاصل ونرجع مره ثانيه. ورجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، وهنبدا لقائنا مع دكتور احمد حافظ، رئيس مؤسسه سباير للتدريب والتاهيل، واللي هيكلمنا عن العلاج المائي لحالات الشلل الدماغي. نرحب بحضرتك معانا دكتور احمد، وسعداء بوجود حضرتك النهارده. يا اهلا بحضرتك. الحقيقه اولا دكتور احمد، بجد احنا النهارده بنتكلم عن الشلل الدماغي، احنا بنتكلم عن منحه من ربنا باذن الله بيديها لاي اسره. فكره انك تديله احتياج خاص اصلا داخل الاسره، الحقيقه عايزين نفهم اكتر من حضرتك بما انك بتتعامل مع الحالات احتياجات خاصه كتير. طبعا دي بتبقى هو ربنا مديك هبة وعايز يشوفك ويختبر صبرك وتحملك مع الولد، هل انت هتتحمل ولا هتخفيه وتعينه وتخبي الولد لان ده عار عليك لا قدر الله. يعني الحقيقه دكتور احمد بتشوف ان الفكره دي اختلفت شويه اختلفت صراحه كتير. بعد ما شفنا الاولمبياد الخاص بمصر محقق نتائج هايله، بعد ما شفنا ما شاء الله على شاشه التلفزيون دايما من وقت للتاني، طبعا مش هنقول بمساحه كبيره، لكن شفنا فكره شباب ما شاء الله يعني تمام. مؤهل بشكل جيد جدا، حالاته تقول على الورق وبالعلم انه ما يقدرش يوصل التعليم، انه ما يقدرش يتكلم كويس، انه ما يقدرش يؤهل حركان كويس، ما شاء الله محققين نتائج رائعه يعني، وبنشوف التجارب الناجحه دي كتير قوي. الحمد لله بدات الفكره تختلف صح. احنا خلاص دلوقتي بدانا نؤمن ان في قدرات خاصه، ان الولاد دول عندهم قدرات مختلفه عن القدرات بتاعتنا احنا كافراد عاديين، ويبداوا يشتغلوا وممكن يوصلوا في كل المستويات لدرجه كبيره جدا، وخاصه حالات الشلل الدماغي لانها قد تكون مصاحبه باعاقه ذهنيه او مصاحبه باعاقه بصريه او اعاقه سمعيه او ما فيهاش اعاقات ثانيه، هي اعاقه حركيه فقط. والشلل الدماغي بيختلف عن الشلل الاطفال في حاجه مهمه، ان هو بينمو ويكبر معانا ويقدر قدرات الولد او الطفل اللي معايا تزيد مع مرور السن. لكن لو ما تمش اهماله هي اعاقه لا تضمر او تضعف بمرور السن، لكن كل ما بتعمل مع تدريب كل ما تدي النتائج. لكن شلل الاطفال هو عباره بيبقى قطع كامل في العضو الاتصال العصبي، فيبقى العضو يكبر وينمو لكن مفيش فيه قدره التواصل او الاستعمال لهذا العضو. تمام. طيب احنا بنقول النهارده في باب امل كبير قوي دكتور احمد هنعرفه من حضرتك عن الشلل الدماغي. يعني الشلل الدماغي الحقيقه بيصنف على انه من الاعاقات الشديده، من الاعاقات الصعبه، في كده نوعيات من الاعاقات يعني الحقيقه صعبه، وفي يعني التعامل معاها محتاج يعني صراحه درايه شويه خبره، محتاج الاسره تبقى عندها الوعي انها تتعامل معاها كمان بشكل مبكر، وفي حالات تانية بتبقى يعني اسهل شويه. فبالنسبه للشلل الدماغي والعلاج المائي عايزين نفهم ايه الموضوع ده بقى يا دكتور؟ اولا التدخل بيبقى من امتى وايه تمام. موضوع العلاج المائي؟ الشلل الدماغي هو الاول بتبقى عباره عن في مشكله في بعض خلايا المخ اثناء الولاده او قبل الولاده او بعد الولاده، وبيبقى الهدف او السبب الرئيسي هو انقطاع الاكسجين عن المخ. انا جسمي بيتغذى عن الدم صحيح، لكن المخ بيتغذى بالاكسجين أكسجين. فلما بقطع الاكسجين لفتره، لو حاله الاختناق، لو تحت الميه يبقى اسفكسيا غرق، ويبدا ايه يمنع الاكسجين عن المخ فتضمر الخلايا، يحصل حاله الوفاه. وكذلك اللي هو الاختناق اللي هو القتل بيبقى بالشكل ده. لكن بعد الولاده اثناء الولاده ممكن يحصل التفاف للحبل السري على رقبه الطفل وهو بيتولد البيبي، فيبدا يمنع الاكسجين لفتره بسيطه عن المخ، يبدا يعمل ايه دمور وتدمير بعض الخلايا في المخ. لكن انا مش بحب برضه استعمل كلمه دمور لان هي معرفه كده في الكتب، لكن كلمه دمور ان هو انتهى، لكن هو بيبقى اصيب الخلايا دي بتصاب، لكن كل ما اشتغل بدري اثناء تجديد الخلايا المستمر لجسم الانسان خاصه خلايا المخ
بتبدأ نشتغل على التأهيل، فتبدأ تطلع معايا خلايا ناضجة وشابة أفضل، وتديني الحركة اللي أنا محتاجها أو الشغل بتاعي. ليه العقل الشلل الدماغي دايما بنقول عليها من الإعاقات الصعبة أو الإعاقات شوية بتبقى تقيلة على الناس؟ لأن هنا الطفل أو الولد ما بيتحركش بنفسه، لكن محتاج حد يساعده، محتاج حد يشيله، محتاج حد ينقله. وخاصة لما بيكون الإصابة في الشلل الدماغي الرباعي. تمام، احنا شايفين فيديو مع حضرتك دكتور احمد، الحقيقه عايزين نفهمه بقى من حضرتك الماده دي بتتكلم. ده جزء من العلاج المائي، احنا بنبدا نشتغل في العلاج المائي هنا. هو هنا دي الحاله كبيره، لكن اول حاجه لما يكون عندي شلل دماغي ببدا اشتغل على الظهر مش على البطن، لان هو بيبقى عنده مشكله في تحكم في الفك، فعشان ما يشربش ميه فيحصل له اختناق يغرق او كده. لكن انا ببدا احطه الاول على ظهره علشان يبدا يتعلم معايا ازاي يطفو على الميه ويحس بالميه ويستمتع ويبدا يفرد جسمه. طيب لو جينا نقارن كشكل علمي بين ان انا افرد ولد شلل دماغي على الارض وفي الميه، ايه الفرق؟ نفهم بقى من حضرتك. طيب انا لو عملت تمرين بره الميه او في الميه في فرق عندي، وفرق كبير كمان. اولا وزن الجسم بره هو 100%، لكن في الميه بيقل وقد يصل اكتر من 50% انخفاض في وزن الجسم، فيقدر يتحكم في شكل جسمه. وضعيه الجسم نفسها على الارض، ثقل الجسم في الوقوف اصعب في مرحله الحركه مع الولد عن اني لما انزل الميه. لما ابقى موجود في الميه يبدا يشتغل معايا بشكل اسرع واحسن، ويقدر يتحكم في جسمه، واقدر اغير له وضعيات الجسم ده، بجانب ان هو بيبقى يعمل له استرخاء لعضلات الجسم وياخر ظهور التعب. ده مهم جدا، ان انا العضلات من كتر الاحتكاك اللي هو الاكتين والميوسين مع بعض والشغل يبدا يحصل عندي حمض اللاكتيك، فيظهر التعب فيقلل فرصة الشغل لوقت أطول. لكن لما أنا في المية بيحصل عندي تدريب مستمر للمية، بتعمل زي مساج أو تدليك عميق للعضلة، فيبدأ يأخر معاه ظهور التعب. زي ما حضرتك شايفة بنبدأ نستخدم أدوات كتير زي النودل والفلوت، أي حاجات بتساعد على الطفل عشان أخلي الولد يلعب أو الطفل يلعب، وفي نفس الوقت أنا ببدأ أعمل له تمرينات حركية بتقانة. زي ما حضرتك شايفة بيشتغل على القدم او الرجل في الميه، لو انا على الارض هتبقى صعبه وفي احساس بالالم اكبر، لكن في الميه احساس الالم بيبقى اقل وبيديني وقت اطول اقدر اشتغل معاه. هنا الاول هو بيشتغل بطريقه كسريه على الرجل. التدرج بقى بعد كده هزود ازاي، هبدا اخليه هو يبدا يحرك رجليه لوحده اللي هو الايجابيه، ان هو يشتغل بشكل ايجابي. بعد كده ابدا اشتغل على مقاومات خفيفه بالايد باستك، حاجات خفيفة. وبعد كده بتشتغل على مقاومات بشكل اعلى وبشكل اكبر اللي هي بتتحط معايا تحت الماء، زي دلوقتي حالا هو بيبدا يحط ايه مقاومات على رجليه ويبدا يمشي جوه الميه. تمام، ده الزعانف علشان بتبدا تعمل مقاومه معاه في الماء، نوع من انواع المقاومه. تمام. طيب الحقيقه اللي يهمنا هنا حاجتين يا دكتور احمد، اول حاجه هل حضراتكم كمركز طبقتوا الكلام ده مع شلل الدماغي؟ احنا اشتغلنا هي الماده اللي في الماده اللي قدامنا ماده اجنبيه، فاحنا عايزين نفهم. لا احنا بنشتغل ده هنا، ويمكن للاسف احنا ما عندناش توثيق بشكل قوي في شغل العلاج المائي، وبنحاول نجتهد فيه وبنجيب شغل من بره. اشتغلتوا عليه؟ لا طيب. احنا شغالين بقى لنا سنين، وبيجي لنا حالات من بره مصر بتيجي مخصوص عشان العلاج المائي، ما شاء الله. لان للاسف هو مش موجود في الدول العربيه، لكن بيجوا مصر علشان احنا بنعمله حتى كتكلفه اقل كتير من بره. ولو سافر المانيا او كده او المجر هيبدا يدفع تكاليف عاليه جدا عالية. لكن هنا في مصر عاملين معاه شغل هايل الحمد لله. الحمد لله دكتور. نفهم من حضرتك النتائج اللي ممكن تحصل باذن الله لو احنا عملنا تدخل بالعلاج المائي لحالات الشلل الدماغي. تمام، خلينا ناخد الموضوع من الاول. ان انا لما باجي اشتغل في الاول، وده للاسف لسه برضو متاخر في الثقافه، ان انا عايز علاج طبيعي بس للولد برضو دكتور. يعني انا خلاص هو ما بيمشيش بتعمله من ناحيه ما بيقدرش يقف، انا عايز اعمل علاج طبيعي، فيشتغل على الاجهزه العلاج الطبيعي ويبدا يشتغلوا معايا بالطريقه الكسريه. طب نفهم بقى الحته دي علميه شويه. اتفضل. انا عشان اعمل حركه لازم الاشاره تيجي من المخ وتتحرك في السيالات العصبيه وتبدا تتحرك العضله وتنفذ معايا. صحيح. طب انا في مشكله عندي اصلا في الاشاره من الاول. اعمل ايه؟ صح. ابدا اقول انا هشغل الجزء اللي انا عايزه، جزء الرجل او الايد او العضله المعينه، وابدا اشغلها مع التكرار مع اللفظ، ابدا احصر المخ ما بين اللفظ او الامر وما بين الفعل اللي بيطلع، فيبدا المخ يفهم ان لما اقول ارفع ايدك فبدا ان دي حركه ارفع ايدك، افرد رجلك يبدا يفرد. طيب حالات الشلل الدماغي وبالذات الحالات التشنجيه، لان انا عندي في انواع
التشنجي، والنوع اللي هو الارتخائي بيبقى سايب خالص كده، والنوع اللي بعد كده اللي هو التوازني بيبقى عنده مشكله في المشي فتلاقيه بيبقى ماشي بشكل كويس، والنوع اللي هو الميكس اللي هو بيبقى بقى واخد من ده على ده. ربنا يرحمنا جميعا دكتور. طيب صحيح. يا رب. صحيح. اصعب انواع الشلل الدماغي هو التشنجي، واصعب ما في التشنجي هو الرباعي، بيبقى الاربع اطراف والراس، في بعد كده حالات بتبقى نصفي علوي او سفلي او يمين او شمال، وممكن طرف واحد يكون عنده او عكسي اللي هو ايد ورجل يمين وشمال. طيب انا شغلي على المخ، حد اشاره من المخ تنزل على العضله فتنفذ الحركه. في الاول دور العلاج الطبيعي هو التنشيط والتنبيه للجزء ده والجزء الحركي. لما اجي انا بقى كرياضه ابدا اعمل ايه؟ لازم اعالج الجزئيه دي بعدها. هو نشط لي خلاص، عمل لي الاشاره، انا ابدا اعمل ايه؟ اعلي بقى الجزء ده وابدا اخليه بشكل احسن كبير من ده، ان انا اقوي العضله، انميها، اعمل اطالات بتاعتها، ازود مرونه المفاصل، وابدا اشتغل على الحاجات دي كلها. طب ده بيساعدني في ايه؟ ان الولد بيقدر ينفذ اللي قلناه زمان اللي هو الحركات الاساسيه للولد، ان الولد يقدر يقف، يقدر يمشي، يقدر يجري، يبدا يشتغل الحركات بتاعته الاساسيه. ده بيأهله بعد كده ان يخش مستوى رياضي او مستوى منافسات، مستوى بطوله. تمام يا دكتور. طيب الحقيقه فكره برضو التدخل المبكر هنا مهمه يا دكتور. هل حضرتك بتبتدي مع الشلل الدماغي من وقت مبكر قوي ولا محتاج سن معين؟ لا، لو نقدر نشتغل مع الولد من 6 شهور يبقى كويس. 6 شهور؟ اه يا فندم. ما شاء الله. علاج مائي. ليه بقى؟ المشكله انا مش هنخاف ان الولد يشتغل بدري، يعني الحقيقه هتلاقي الام يعني هي طبعا الولد في ظروف خاصه جدا. تمام. فهتنزله الميه كمان يا دكتور بتبقى طبعا خايفه عليه قوي اكيد. اولا العلاج المائي لازم يشترط فيه ان درجه حراره الميه تكون بدرجه دافيه بشكل معين يتناسب مع النغمه العضليه للجسم او درجه حراره الجسم. فانا لو انا بشتغل يعني مش هتشتغل حضرتك طبعا معاه بالشكل اللي بتشتغل مع الطفل العادي طبعا خالص، مش هشتغل احطه في ميه ساقعه، لان لو اشتغلت في ميه ساقعه او بارده جدا. انا مش بعلمه سباحه هنا، انا دلوقتي مش بعلم سباحه. انا كل شغلي دلوقتي ان انا عايز اشتغل على العضلات، تاهيل حركي بس جوه الميه اللي هو العلاج المائي. طيب انا محتاج الاول اشتغل في درجه حراره معينه، لان لو الميه ساقعه جدا هيحصل للعضله هتنكمش ويبقى في احساس بالبروده فالعضله هتنكمش معايا. طيب لو في الميه سخنه جدا هتبدا تدي احساس ان الولد يتلسع والعضله تمدد، مش هيقدر يشتغل. لكن انا بشتغل على درجه معينه ليه؟ احافظ على النغمه العضليه، وهي درجه توتر ما بين الانقباض والانبساط للعضله. في الجزء ده اقدر اشتغل واكمل معاه التمرينات فيديني مستوى اعلى واحسن بكتير من ان انا اشتغل في ميه عاديه. لذلك بنقول السن الصغير لما ببدا معاه بيبقى اسهل واحسن، كل ما نتاخر كل ما ناخد وقت اطول في الشغل ونكثف معاه. تمام. طيب الحقيقه دكتور يعني فكره ان احنا بقى ناهل رياضيا او حركيا الشلل الدماغي غير العلاج المائي، في اشكال تانية لتاهيل الشلل الدماغي برضو رياضيه وحركيه عايزين نعرفها من حضرتك؟ لانه يعني لما اسره بترزق بابن عنده شلل دماغي او ابنه يعني الحقيقه بتبقى عندها مشكله التعامل مع الحركه المبدئيه تماما، يعني التعامل مع الحركه. تمام. هنتكلم كفريق عمل. بالظبط يا دكتور اتفضل. انا الشلل الدماغي عشان اشتغل معاه في لازم دكتور طبيب بيشخص وبيقول لي المشكله عندي في كذا وكذا. في علاج طبيعي بيبدا يشتغل على التنبيهات بتاعه العضله. معلش يا دكتور احنا معانا برضو العلاج المائي شايفين ما شاء الله سنه صغيره ما شاء الله. ده علاج مائي ما شاء الله الحلقه، وهنا كمان في كبر حجم الجمجمه. تمام. هي دلوقتي بتبدا عمليه اللي هو الاستثارة، ان هي بس تدي الجزء بتاع العضله تنبه من خلال الميه. والعلاج المائي بيشتغل فيه العلاج الطبيعي، بيشتغل فيه الحركه او التربيه الرياضيه، بيشتغلوا الاثنين في الشغل ده. هنا مطلوب ان البنت عايزين نطفو، يعني احنا في تشنج او الرجل مشدوده جدا، فبنبدا نعمل ايه؟ بنفرد بالراحه في الميه، بيسهل جدا حركه المفصل في الميه غير على الارض، تعمل الم فظيع مع الولد او البنت ويبدا يحس بالم كبير فيصرخ ما يقدرش يشتغل معانا بالشكل اللي احنا عايزينه. لكن في الميه هو بيبقى مستمتع، في استرخاء، في تدليك مستمر، وفي نفس الوقت بياخر معاه ظهور التعب. تمام. طيب نرجع تاني برضو للتاهيل العام. بس الحقيقه في نقطه هنا يا دكتور احمد الحقيقه نفهمها من حضرتك، لما نخلص بقى يعني حضرتك بتمشي بمراحل مثلا العلاج المائي مثلا اللي عنده مشاكل في ظهره وعنده مشاكل في الرقبه
بنقول ان في كورس مثلا 6 شهور سنه حاجه زي كده، حضرتك هنا بتشتغل طول ما انت الولد عنده شلل دماغي طبعا هو طول العمر شغال معاه طول العمر، ولا بتقف عند مرحله معينه لما وصلت لمهارات حركيه معينه؟ لا يا فندم، ما ينفعش ان انا اقول ان انا هشتغل تعيل حركه طول العمر. انا عايز افهم من حضرتك هو برضو كورس لكن بيختلف من طفل لاخر ومن حاله تمام لاخر. عند الطفل الرباعي هيبقى زيه زي اللي عنده طرف واحد هو اللي فيه الاصابه الشلل الدماغي طبعا. لا انا بشتغل معاه ببرنامج محدد سنوي ويقيم كل 3 شهور او 6 شهور. تمام؟ يعني في برنامج حضرتك حاطه سنوي؟ برنامج وبقيم الولد وبقول انا هشتغل على ايه وهشتغل مع الولد ده على ايه، عشان احقق ايه بكل مرحله ليها حاجه معينه. هل هشتغل على حركات اساسيه بس مشي جري ولا ايه؟ انا هشتغل على ايه لو انا مثلا الولد وصلت لمرحله المشي؟ تمام، يبقى ايه المتطلب اللي بعد كده؟ ما شاء الله يا دكتور، ممكن اوصل للمشي من العلاج المائي؟ لا، وانا عندي ولاد بتبدا تعمل شغل العجله، يعني في ولاد الحمد لله كان قاعد على كرسي وطبعا صعب جدا الظروف اللي احنا عارفينها من شلل دماغ. بعد فتره علاج لمده من شهرين لثلاث شهور بدا الولد يستجيب معانا في العلاج المائي المكثف، انه طلع ركب عجله بسندات وسقع، يعني حركه الرجلين لان هو كانت الرجلين والايدين مشدوده جدا. ممكن للاسف الصوره اللي دايما واصله عن الشلل الدماغي ومساء ليها في الاعلام شويه كان في مسلسل اللي هو مسكر، مصر كلها عارفه شخصيه مسكر. شخصيه مسكر هو كان مقلد حد شلل دماغي، واحنا شايفين ان هو بيفهم وبيتعامل وكويس وبيضحك وبيهزر وكل حاجه، فما تقوليش ان الولد شلل دماغي يبقى معاق خلاص ده مش هيقدر يعمل اي حاجه. هو ممكن كمان يمارس رياضه، يقدر يشتغل شغل فني ويطلع شغل فني، وفي بعض الحالات دي طبعا حضرتك من التأهيل المائي ده يا دكتور او من العلاج المائي وصلت ما شاء الله انه بيحرك عجله، يعني رجليه بتتحرك بتدي حركه بتشغل ايديه، لان مفترض بالطب برضه بالورق الطب يعني طبيا ما يتحركش خلاص، هو الورق بيقول والعلم بيقول انه يعني مع التأهيل زياده قوي ما يحرك، بس مش درجه ما شاء الله يحرك عجله يعني. لا لا، في ولاد ما شاء الله بترجع طبيعيه جدا طبيعيه جدا. بس بيبان بقى زكه خفيفه كده في حركه المشي يعني في التعامل بالايد يعني يا دكتور والله حتى الكتابه في ولاد بيشتغلوا بعد فتره كتاب. كبيره اللي هو لانه بيخلص مع العلاج الطبيعي ومع التاهيل الحركي ومع العلاج المائي وبياخد نفس حركي وبياخد حاجه اسمها العلاج الوظيفي اللي هو التوظيف بقى الحركه نفسها. ما شاء بوظف الله. له الحركيه ما شاء الدقيقه الله. دكتور ربنا يوفقك ويبدا يشتغل عليها بشكل كويس جدا. يعني ربنا يكرمكم دكتور احمد وما شاء الله، يعني ده مجهود كبير باذن الله، يعني يحسب عند ربنا سبحانه وتعالى، يحسب عند الاسر اللي ممكن فعلا حضرتك بترفع عنها اللهم امين، يعني نكفينا دعواتهم بزار الغيب. صحيح يا دكتور وانا بالله. طيب نرجع بقى دكتور احمد للتاهيل الشلل الدماغي بشكل عام، حضرتك اتكلمت شويه عن الجانب الرياضي، نفهم برضو من حضرتك اكتر احنا ممكن نشتغل على ايه برضو بمدد محدده حسب كل حاله، يعني ممكن نعمل ايه مع الشلل الدماغي؟ الشلل الدماغي ان انا اقدر اشتغل معاه، لان هو برضو في ولاد منهم بيبقى عندهم شويه صعوبات في التعلم طبعا، يعني لازم نشتغل معاه برضو لو ولد في مدرسه طبعا بنشتغل معاه صعوبات التعلم، بنبدا نديله الماده العلميه بتاعه المدرسه اللي بيدرسها بس بشكل مبسط ومخفض، ودايما بيتعمل لهم لجان خاصه في الامتحانات، وخاصه الاولاد الغير قادرين على الكتابه انه يبدا ندخله الامتحان معاه مرافق، وده موجود دلوقتي في مصر اللي هو ما يسمى بالشادو تيتشر او مدرس الدعم، واحنا كمؤسسه بنعمل على توفير الشادو ده بس بعد ما نخليه ياخد معانا كورسات بتاهلوهم كمان المرافق لازم يتأهل ده لازم يتاهل المرافق، لانه ما يعني بيبقى كان في حالات زمان دكتور يعني في وقت ما احنا كنا في الجامعه الحقيقه بتلاقي المكفوفين مثلا معاهم هذا مرافق فيقول لك ما كتبتش الكلام بالشكل اللي المرافق قاله، احنا في اخطاء لغويه في الكتابه حاجات زي كده، بتبقى في مشكله في اجابه الولد ممكن تكون كويسه بس المرافق ما عندوش التاهيل الحقيقي. دايما بيبقى الولاد حتى الشلل الدماغي بيدخلوا، وانا الحمد لله اتشرفت ودخلت مع ولد شلل دماغي مره امتحان كمرافق معي، كنت انا اللي بحلله بس طبعا انا مش هجاوب تجربه. طبعا يا دكتور لانه مش تخصص حضرتك العلمي كمان. الامتحان بتاعهم بيبقى اكتر على النظام الامريكان اللي هو اللي تشوز ويبدا يختار او صح وغلط ويبدا فانا ببدا اقرا له السؤال وابدا اوجهه له، وده كان حاله صعبه، ويبدا يقول لي او لا. وكانت مرحله سن قد ايه يا دكتور؟ كان في اعدادي. في اعدادي. تجربه بالنسبه لحضرتك دي مهمه دكتور تكلمنا عنها، اللي هي مدرس الدعم ده المفترض في ايه؟ يعني احنا بنتكلم على حاجه ما تنفصلش عن الولد الشلل الدماغي اللي باذن الله هيكمل تعليمه، لازم يكون عندنا فريق عمل في مصر مؤهل انه لو الولاد دي بتكمل تعليمها تكون مؤهله انها تجاوب لها في الامتحانات بشكل جيد. الشادو تيتشر او مدرس الدعم هو مش مختص بس المفروض ينزل مع الشلل الدماغي بس، لا في حالات تانية زي صعوبات التعلم مع الحالات الاحتياجات الخاصه بقى في مصر عامه، هو في مدرسه بس نتيجه القدرات الخاصه عنده بيبقى عنده مشكله مثلا زي الاي دي اتش دي اللي هو فرط الحركه وتشتت الانتباه، الولد ده محتاج شادو معاه، لان لو اتساب لوحده
الحركة الزايدة مش هيقدر فيه يقعد لفترة طويلة، هيبقى محتاج يتحرك بشكل سريع جدا، هيؤثر على العمليات التعليمية. فنبدأ نعمل ايه؟ نديله شادو يقعد معي، مدرس يبقى مرافق له، لان هو فكرة مهمة موجودة في الخارج اكيد طبعا، موجودة في الخارج وبتحترم، وبياخدوا ناس من مصر يشتغلوها هناك بس بعد ما بيجتاز كورسات اختبارات مهمة. لكن للاسف انا ما عنديش كليه في مصر بتطلع شهاده التدريس. انا كنت لسه هقول لحضرتك بقى كليات التربيه المفروض تكون طلع يعني تربيه خاصه، يمكن الحمد لله ده بدانا نشتغل يعني هي اشتغلت فعلا بالظبط على التربيه الخاصه، فبنجيب حد تربيه خاصه ونبدا يعني نشتغل. انت محتاج بقى سب تايتل في التربيه الخاصه بالفكره اللي حضرتك بتتكلم عن الشهاده التدريس، مدرس الدعم ده مهم جدا، ولو خاصه مع حالات الشلل الدماغي لانه بيسال عليه شغل كتير كمان، يبدا يوصله المعلومه بشكل مختلف. مش يعني كل المدرسين ممكن جاهزين، ممكن يقدم الدعم كمان للمكفوفين دكتور، ممكن يقدم الدعم للداون سندروم احيانا دلوقتي بقى بيكمل، فممكن برضو يشتغل معاه. للاسف الداون سندروم بيكمل، بس دي من اكتر الاعاقات اللي بتنطرد من المدارس، ويمكن في حاله لسه قريب بنتكلم عليها، عاملين حمله عن بنت انطردت من المدرسه علشان شكلها، عشان فقط الشكل الخارجي للطفل، لكن نسبة الذكاء فوق 85. انا اصنف في الاعاقه، مفيش اطفال اصلا يعني كتير عندهم نسبة من اقل من 75 لكن دي معديه ال 85 تمام، وتم طرد المدرسه للظروف الخاصه بالشكل المعاقه. طيب ودي الحقيقه يا دكتور احمد لما حضرتك طبعا بتشتغل في هذا المجال فتره طويله تشوفها ازاي وتقيمها ازاي وتقول للناس اللي بتشتغل في مجال التربيه وفي وزاره التربيه والتعليم ايه على هذا الموضوع الحقيقي، لانه موضوع مهم. في قرار سياده الوزير مشكور منزله، واحنا حتى نشرناه على صفحات الفيسبوك عشان عاملين حمله على الفيس ما كلنا جنى اللي هي البنت اللي انطردت. ومش المشكله في البنت دي بس، هي قضيه يا دكتور في حالات كتير جدا، قضيه ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر اللي احنا ما ينفعش في قرار نزل نكون بنناضل بقى عشانها دلوقتي. تمام، ومفصل قرار الوزاره بيقول ايه ونازل في الوثائق المصريه، لكن ان هو لهم الحق الدمج في المدارس الحكوميه هو والمدارس اجبار فيه من الوزير، مش الوزير الحالي كمان، الوزير السابق الحقيقه، فكره تمام. الدمج في المدارس دكتور ابو النصر كان هو اللي عامله. طيب فين الحاجات دي على ارض الواقع؟ اللي حصل انه في بنت اتطردت. فاحنا طيب الحاجه الثانيه، هل المدرسين عندي جاهزين اصلا انهم يعملوا دمج؟ هل عندك مدير مدرسه او معلم حتى في هذه المدرسه مؤهل لما سمع انه هذه الطالبه ما وقفش معاها خالص؟ يعني لما طالبه تطرد قدامك يا مدير مدرسه، مع احترامنا الكامل ليك وللمدرسين داخل المدرسه، لو هم مؤهلين مدارس خاصة وفاهمين يعني ايه قدرات عقليه 85 في يعني قدرات عقليه 85% ومستوى تعليم الحقيقه يعني متكافئ جدا، يمكن اعلى من الاطفال الموجوده. او المشكله انهم برضو فانت بتتكلم في قضيه سوري في اللفظ يعني او الكلمه، يقول لك اصل الولد ده هيعدل الولاد التانيه، الولد ده هيبوظ صوره المدرسه، لو ولي امر تاني جه دخل لا عندي معاق شبه الداون او ولد شلل دماغي موجود في المدرسه هيبقى ايه؟ ايه ده؟ هو اللي ليه على فكره شرح مش عايز ابني يبقى معايا شرح واللي ليه على الطالب ده مذاكره ومدرس دعمي يبقى موجود معايا يجاوب له ويشوف هو اغلب الناس بتعمل ايه؟ بس بتقدم في المدارس ولا ويمنع ابنه يروح المدرسه ويقعد في البيت ويشتغل معاه جلسات برايفت ودروس ويروح على الامتحان بس علشان خاطر يعني بجد يا دكتور ميأذيش المدرسه بشكله فعلا شيء مستفز. يعني الحقيقه لما حضرتك بتتكلم عليه بتتكلم على ناس بصراحه اولا يعني نزعت من قلوبها الرحمه طبعا، وانها لا قدر الله ممكن تكون في وقت من الاوقات يعني، وناس كتير بتعاني من هذا ونزع الموضوع، منها التاهيل يا دكتور، ونزع منها الفهم والاستيعاب لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصه، الماده او الفلوس والمال على الجانب التربوي. صحيح، معظم مدارس مصر عندنا دلوقتي بقت للاسف بتهدف للبزنس. صحيح للاسف للاسف، لكن احنا لو بنتكلم الحقيقه احنا برضو بنضم يعني صوتنا لصوت حضرتك في الحمله دي، ونهتم جدا يا دكتور احمد بجد ان احنا نشوف يعني نتابع معاك القضيه دي لانها قضيه مهمه جدا إن شاء يعني الله. وفكره انه ذوي الاحتياجات الخاصه هنقول مليون مره وهنزيد انه على فكره يعني ذوي قدرات خاصه، ذوي قدرات خاصه وذوي اهتمامات خاصه وذوي ابداعات خاصه، ولو بجد ركزنا بس هنشوف. هو حضرتك هنقيم على ارض الواقع، هنقيم الاولمبياد الخاص ونقيم الاولمبياد العادي، مش عايزين نتكلم بقى يعني بتاخد معانا ناس. يعني هقول لحضرتك على حاجه، كبار السن ذوي احتياجات خاصه طبعا لان لهم عملات خاصه. صحيح دكتور، ومراهق ذوي احتياجات خاصه. طيب الحامل كمان اثناء حملها بتبقى ذوي احتياجات، ذوي احتياجات خاصه لان في الفتره دي هي فتره بدايه تشكيل انسان داخل خارج المجتمع، لو حصل مشكله وتعرضت لصدمه هتيجي في الجمجمه بتاع الطفل البيبي اللي جوه طلع شلل دماغي. صحيح يا دكتور، اثناء الولاده دكتور مش متمكن او ساب الموضوع للممرضه تشتغل وهي بتخرج البيبي، حصل لفه على الحبل السري على الرقبه، اللي حصل خلاص شلل دماغي لا قدر الله وهكذا، لان الشلل الدماغي اكتر بيبقى نتيجه اصابات ايه اخطاء كده او الراس او الحاجات دي. وكم الحاجات اللي كانوا بيقولوا لتسهيل الولاده استعمال الشفاط،
ربنا يرحمنا ده من جميعا، فترة كبيرة ربنا يعني، يرحمنا، بس ربنا الحمد سنوات لله قل. طويلة. اه الشفاط ده عشان كان كده بيطلع سيبيه بكتير يعني، طلع سيبيه، شلل دماغي ربنا واحنا يرحمنا جميعا بنشتغل يا دكتور، ربنا يرحمنا يا يعني. دكتور الحمد جميعا ان لله شاء الله، يا ومع رب تقدم احنا العلم يعني يعني لا نتمنى. نأمل ان يبقى الموضوع منتشر في مصر. انا محتاج يبقى في عندي ثقافة في المجتمع. معنى كده يا دكتور احمد الحته دي برضو الحقيقه، بس هي يعني حضرتك شايفها لسه موجوده يعني، في مثلا في المستشفيات الحكوميه او في ظروف خاصه بتحصل موضوعات شلل دماغي دي يعني، الحقيقه محتاجين برضو ان احنا يبقى عندنا ثقافه صحيه كويسه داخل المستشفيات الحكوميه، يبقى في شكل معين عشان لا قدر الله ما نشوفش الحالات هو دي. احنا بنتمنى وده موجود اكتر، هي المشكله دي موجوده فين؟ اه يعني بتشوفها فين، موجود جايه منين؟ اكتر في المستشفيات الحكوميه او صح اللي بيولدوا في اماكن عيادات خاصه وما يكونش فيها تعقيم بشكل كويس وما يكونش فيها حد مدرب او مؤهل للولاد. بشكل كويس، اه لان طبعا برضو كليات الطب عندنا مش طبعا كله 100% طالع منها دكاتره شطار او دكاتره متمكنين. لازم للولادة يعني ظروف خاصة لازم فندم في تبقى عندنا يعني طب بيدرس بالعربي في مصر. بالعربي. ما احنا بنتكلم بقى في قضية تانية لان اتكلمنا القضية دي كتير الحقيقة، تعريب العلوم، فكرة ان حضرتك مش صاحب العلم ده، بس فبالتالي لازم، فانت مكتسب، فانت لازم تكتسبه من اللغات اللي هي باللغه بتاعته، اللي موجودة فيها. لو لان انت حضرتك هما لما منتج، خدوا العلوم عن ابن لما خدها من سينا اه وعننا زمان جابر بن حيان، خدوا الحاجات دي بلغتنا بلغتنا وترجموه واتعملوها ودرسوها كويس وزودوا وترجموها بقى. بشكل كويس وزودوا، بس احنا وقفنا كتير يعني. صحيح. تمام هاي دكتور احمد حضرتك عمال تفتح قضايا كده كلها بجد في تمام غايه الاهميه، مش عارفين نتكلم يا رب يعني يخليك. فيها، لا لكن خلينا في ربنا الشلل يكرمك. الدماغي. لا بالعكس والله دكتور احنا، بس اه طبعا لانه يمكن وقتنا تمام بينتهي مع حضرتك. احنا اتكلمنا عن النهارده يمكن بنلخص بقى كلامنا عن العلاج المائي لحالات الشلل الدماغي، وفكره ان احنا عندنا الحمد لله الثقافه دي والوعي ده، بانه ممكن يبقى فيه باذن الله تمام شغل يعني على هذه الحالات في الفتره القادمه. اللي حضرتك تتمناه كطبيب وكرئيس لمؤسسة بتهتم بالتأهيل الحركي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمنى تشوف ايه بقى للحتة دي بالذات، فكرة الشلل تمام الدماغي والتأهيل ليه، اذا كانت هي على نطاق ده بس او يعني مؤسسك، وكم مؤسسة بسيطة في مصر بتشتغل فيها. تمام احب اوجه كلمه طبعا، ان انا محتاج كتعليم ان يبقى عندي خريج او منتج اللي هو الخريج اللي خارج فاهم شغل الاعاقه وفاهم شغل التاهيل الحركي والعلاج المائي، لان انا ما عندناش شغل علاج مائي في مصر. صحيح. الحاجه الثانيه عايزين نزود ويبقى في دعم من الحكومه للجمعيات القائمه ان هي طبعا توسع شويه في طبعا جزء التاهيل الحركي والعلاج المائي. طب العلاج المائي هنقول محتاج بسين ومحتاج الكلام ده كله، سهل فمحتاجين ان يسهلوا لنا شويه في الانديه او الاماكن الخاصه اللي فيها بيسينات وحمامات سباحه انهم مش يفتحوا لنا عيب، المجال مش عيب للولاد انك دول تشترط عليه انه كده لازم يعني يعمل خير في فتره من في فترات بعض النوادي حياته النادي كده، المحترمه. اه ما تاخدش منه ضرائب واخد منه الضرائب بالشكل ده، هو المفتاح المفروض ده ان لذوي دي الاحتياجات بيتعمل الخاصه، ان ده خدمه المجتمع اللي هي موجوده في خدمه كل المجتمع العالم برضه. ويبدا يشتغل عليها ان يشيلها من صحيح الضرايب عنده، فده مثلا. هتبقى حاجه اه كويسه. الحاجه الاهم بقى اتفضل. وهي الاسره، طبعا اصبروا اصبروا على اولادكم واهلهم في كل المجالات ولا تيأس، لان الشلل الدماغي وبشر من الصابرين الاعاقات دكتور احمد الحقيقي، المبشره بنتائج هايله. وبشر الصابرين، انت حكيت والله من المبشرين يا رب للناس باذن يخليك الله، سلام. ربنا يعني حسابك ان شاء اللهم الله من امين الناس يا اللي رب بتبشر الناس كده امين. دكتور احمد، وربنا يكرمك وربنا يوفقك اللهم كل امين حقيقه في التعامل مع هذا ان شاء النوع الله. من العقل. كل شكر لحضرتك دكتور احمد حافظ، رئيس مؤسسه العفو باي فندم. للتدريب والتاهيل، وربنا يوفقك دايما الخير يا دكتور رب احمد، شكرا ربنا يكرمك. لحضرتك. نشكرك شكرا جزيلا، العفو وبنشكركم مشاهدينا الكرام على بعد بلقاء جديد وحلقه جديده ويا نبيل المعرفه.